الجهاز الهضمي، او تحديدا هنتكلم عن النزلات المعوية اللي يمكن يعني نقدر نقول انها منتشرة الى حد ما، وخاصة بين الاطفال. هنعرف من خلال لقائنا ايه المؤشرات او ايه الاعراض اللي ممكن الام تكون تبادر او تسارع في العناية بطفلها نتيجة لهذه الاعراض، وايضا طرق الوقاية. بيشرفنا في الاستوديو دكتور يحيى زكريا، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومدير مستشفى الحميات بالاسماعيلية. اهلا بك يا اهلا دكتور. بك، اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيب يا دكتور. يا دكتور، يعني عايزين نعرف في البداية يعني ايه نزلة معوية، وسبب تسميتها انها هل فقط انها مرتبطة بالأمعاء والجهاز الهضمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا نزلة معوية من اسمها مفهومة انها مرتبطة بجهاز. احنا ما بنيجي نقسم الامراض في البني ادم عموما او الانسان، يا اما بنقسمها على حسب الشيء المسبب لها، يعني فيروسات او بكتيريا او فطريات او طفيليات تبع تقسيم الميكروب المسبب، او ساعات بنقسمها طبقا للجهاز. فبنقول نزلة شعبية او نزلة معوية او التهاب في مجرى البول او التهاب في الجهاز العصبي زي الحمى المخية والتهاب المخ. فبنقسم الامراض طبقا للجهاز المتسبب فيه الميكروب نفسه. فطبعا النزله المعويه دي، نرجع للمسمى الاولاني، النزله المعويه مرتبطه بالجهاز المعوي، المعوي المعدي، بنقول عليه كده معوي المعدي، اللي هي المعده وما يتلوها من الامعاء. فالمسمى مربوط بالجهاز اللي هي متاثره بيه. طيب يا دكتور، يعني بالتأكيد هناك أسباب تؤدي إلى حدوث هذه الإصابة أو النزلة المعوية، إيه هي الأسباب؟ الأسباب متنوعة كتيرة، بس هنلخص المشهور بين الناس. يعني مشهور بين الناس في أسباب عندنا كتيرة جدا بتسبب النزلات المعوية، إنما المشهور يا إما بكتيري يا فيروسي يا طفيليات. في بقى حاجات اللي بتبقى نادرة شوية، اللي هي حساسية من أكل، يعني ممكن طفل ياكل أكلة مش هو عنده حساسية منها، زي ما معروف عند الناس إن الحساسية بتعمل طفح في الجلد، بقع في الجلد كده بيحصل طفح داخلي على الجهاز الهضمي يقوم يتسبب في القيء والإسهال. فدي بتبقى حساسية من الأكل نفسه. وممكن حالات التسمم، التسمم ده ممكن يكون ببكتيريا برضو أو مواد كيماوية. يعني ساعات بنشوف الحاجات المرشوشة، الأكل المرشوش، ايوه أو الأم مثلا في عندها حشرات أو الكلام ده، رشت مادة كيماوية في البيت وبالصدفة جت الحاجة دي على أكل ورجعوا كلوه في البيت، بتسبب تسمم وبيكون سببها مادة كيميائية. يبقى هو بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو حساسية من أكل أو تغير كيميائي في الأكل. يعني زي ما بنقول إحنا برضه، أنا بحب أوصلها بالبلدي كده عشان تفهم، بنقول الأكل حمض. يعني في ساعات أكل يترك إلى فترة ما يقوم تتغير التركيبة الكيميائية بتاعته من تركيبة طبيعية معروفة فيه إلى تركيبة غير طبيعية تؤدي إلى نزلات المعوية اللي هي بسبب التسمم، أو المواد الكيماوية بقى اللي هي الرش والحاجات دي. فدي مسببات بتاعت النزلات المعوية. طيب يا دكتور، بالتأكيد كمان الأسباب دي بتنسحب على الأعراض، هل كل سبب بيكون له أعراض مختلفة ولا كلهم مشتركين في نفس آه طبعًا، الأعراض؟ لا طبعًا. في مثلًا لو إحنا قلنا المواد الكيماوية والتسممات، المواد الكيماوية أول ما بتبدأ بقيء، لأنها أول ما بتأثر على المعدة، بيكون في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي بتاع المعده، بيبقى قيء شديد جدا، ممكن ما يجيش معاه اسهال، لان الجهاز الهضمي بيعمل ديفنس او خط دفاع اول، انه بينطر المواد اللي هي المتسممه دي او المواد الكيماويه، يبدا يخرجها من الجسم عن طريق قيء مستمر ما يتوقفش. ممكن ما يحصلش بقى اللي هو الاسهال ومغص، يبقى في مغص رهيب جدا وقيء، ما يبقاش في ارتفاع في درجه الحراره. انما التلوثات بالبكتيريا والفيروسات، الميكروب معروف عندنا انه بيبقى يوصل له حجم او عدد محدد اللي يبدا يعمل اعراض، أو فبيكون فترة حضانة. فتره الحضانه، الله ينور عليك. فاول ما بيدخل بيكون لسه كميته قليله، ممكن يعدي من المعده ويدخل المصارين، يبدا بقى تظهر الاعراض دي، فيدي قيء ويبدا يدي اسهال معاه، وبرضه المغص يبقى موجود اللي هو الالام في البطن، ويبدا معاه يرتفع درجه الحراره. ودي أيوة. بتساعدنا في يعني في التصنيف. يعني مثلا نيجي بنقول بيت فيه 5 6 جايين بقيء واسهال او قيء بس، وما فيش ارتفاع في درجه الحراره، وفي تاريخ ان هم من بنقول حاجه بالانجليزي اسمها هيستوري، اللي هو تاريخ اخذ المرض بدا ازاي، فبيكون دايما تابع لاكل.
يعني يقولوا احنا كلنا الاكله الفلانيه وبعد كده تلاقينا البيت كله بدا يرجع ويسهل، فدي اللي بتشد انتباهنا ان دي ممكن تكون حاله تسمم. طيب معنا اتصال تليفوني، معانا ندى من السويس. أي السلام عليكم. عليكم اهلا السلام وسهلا ورحمة الله فندم. وبركاته. ممكن أكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. بعد إذنك يا دكتور، معلش أنا هخرج عن إطار النزلة المعوية وكده، وهتكلم في حاجة خاصة برضو بالجهاز الهضمي. عندي بنت عندها 12 سنة، 12 سنة؟ 12 دايما عندها إمساك مستديم، إمساك يعني بيتعبها بدرجة فظيعة جدا لما بيجي لها يعني وكده. فأنا مش عارفة هل أديها ملينات من عندها ايه؟ الصيدلية ولا أكل طبيعي ولا إيه بالظبط يعني. عندها ايه؟ هي عندها إمساك امساك؟ تقريبا امساك باستمرار صح يعني؟ كده؟ دايما مزمن يعني. بص حضرتك، هو الامساك ده في مسببات له، وطبعا اذا عرفنا السبب يبقى سهل العلاج. من ضمن الحاجات في حاجه بتبقى طبيعيه في الجهاز نفسه، الجهاز الهضمي، وفي ادويه معروفه عندنا تعمل امساك. في امهات من خوفها على اولادها يدوا حديد، فيتامين حديد كتير بكميات رهيبه. معروف ان ماده الحديد في الفيتامينات وفي الاكل، على فكره في اكلات مشهوره بكثره الحديد فيها زي التفاح والسبانخ، فالاكلات دي الاكثار منها بيسبب امساك، والادويه دي بتسبب امساك. فلازم يتعرف ايه السبب، وتحليلات برضو لازم تعمل تحاليل براز على اساس تعرف ايه السبب. اذا كان في عسر هضم شديد، ان كان مسبباتها ادويه فبنوقف الادويه، بننصح المريض انه يقلل من الادويه اللي هي مسببه للامساك، او يقللها او يمتنع عنها. في اكلات، في ناس بيبقى عندهم حساسيه لاكلات معينه بتعمل لهم امساك، فبنحوله من مجموعه الاكلات اللي بتعمل امساك لمجموعه الاكلات اللي احنا بنقول عليها ملينه. انت فاهمان ازاي؟ وتنظيم الاكل برضو، يعني يكون واحده اكلها قليل، ما بتاكلش الا طاقه واحده في اليوم، هتنزل ايه؟ فلازم يحصل عندها امساك. فطبيعه في البني ادم نفسه لازم تتغير نوعيات الاكل، والتحاليل برضو بتظهر بعض حاجات اللي بتسبب الامساك. طيب نرجع تاني لحوارنا يا دكتور، نعم. ويعني احنا كنا بنتكلم عن انه الاعراض بتختلف على حسب الاسباب اللي ادت للنزلة المعوية. المعوية. يعني ايه المؤشرات ان الام لو الطفل شافتها. بقى تبدأ تاخد احتياطها؟ هل ارتفاع درجة الحرارة، هل الألم في المعدة هو أكتر الحاجات اللي بتبدأ في الأول، ولا القيء على طول هو اللي بيبادر؟ هو طبعا في مؤشرات أولية وفي مؤشرات بتبقى بتدل على إن الحالة متأخرة. لازم الأم تعرض طفلها، إحنا هنتكلم على الأطفال على فكرة، لأن أكثر الناس تأثرا بالنزلات المعوية هو الأطفال. وفي سر برضو، مش سر بس هنقوله حاجة طبية، إن اللي الكلى معروف إنها وقت النزلات المعوية بيفقد سوائل بكمية كبيرة من الجسم على هيئة قيء أو إسهال. الكلى في الكبار عندها المقدرة إنها تخزن السوائل دي تاني عشان تعوض السوائل المفقوده، انما في الاطفال مفيش الخاصيه دي، الكلى بتكون لسه لم تنمو بعد، ما عندهاش الخاصيه انها تسترجع كميه تحافظ على كمية تحافظ على معينة. كميه السوائل اللي موجوده في الجسم. عشان كده بنقول في اعراض لما الام تلاقيها في طفلها لازم تجري بيه على اقرب طبيب لها او اقرب مستشفى للتعامل في الحالات اللي زي البول. احنا لسه بنقول على الكلى، فهيبقى كميه البول قليله جدا جدا، تلاحظ ان طفلها معاك ما بيتبولش خالص، يكاد يكون ما بيتبولش او كميه البول قليله، يبقى ده ما فيش سوائل في جسمه. منطقه الفم واللسان والكلام ده بتبقى ناشفين، احنا بنقول زي الحطب، يعني اللسان ده ناشف ناشف جدا من علامات الجفاف. في حاجه اسمها اليأفوخ اللي هو الحته الطريه اللي بتبقى في مخ العيل دي من قدام، بتكون انخفضت انخفاض رهيب، يعني انخفضت انخفاض جامد. يعني دي بقى قبل سنة كام؟ قبل قبل سنة سنتين، ونص او قبل كده، سنة انما بعد ونص. سنتين بتكون خلاص بدأت تقفل يعني، او سنة ونص بتكون قفل. احنا بنقول العلامات اللي اكثر الناس تأثرا بالنزلات المعوية وممكن يحصل حالات وفيات بسببها هما ايوه الاطفال. ها فبيبقى اللسان جاف جدا، العينين بتكون يعني زي ما نقول كده دخلت لجوه، العين بدأت غرورة يعني اه تدخل لجوه كده، علامات جفاف. واللي يفوق ده بيكون هبط، والجلد لو حضرتك مسكنا الجلد كده وشديناه ما بيرجعش، يفقد الخاصية اللي هو اللي هي زي المرونة. الاستك بتاعه. يعني احنا اي جلد بني ادم عادي بنشد الجلد كده لا يرجع لطبيعته تاني، انما ده بنشد بنلاقي الجزء اللي احنا شدناه فضل واقف على حاله ما رجعش تاني. نعم. طيب هنتوقف يا دكتور، هنروح لاتصال تليفوني. معانا استاذ صباح من اسماعيلية.
صباح الخير، صباح الخير، حضرتك سمعانا مدام صباح، أستاذة صباح؟ واضح انه ما فيش انقطع اتصال. الاتصال. طيب ارجع مع حضرتك تاني، يمكن حضرتك لفت الفترة اللي هي الطفل غير قادر على الإفصاح عن أي أعراض، ودي اللي ممكن الأم تغفل قليلا فيؤدي الأمر إلى وصوله إنه يفقد كمية كبيرة من السوائل بتاعته. السوائل. طيب يا دكتور، لو في بعض الأعراض في السن الصغيرة دي، المفروض الأم تتصرف إزاي إلى أن تصل إلى طبيب تمام تمام أو تتوجه لأي أقرب مستشفى؟ طبعا احنا لو افترضنا ان الطفل مثلا هيعيا الساعه 2 3 بالليل، فممكن تكون مفيش مواصلات توصلها لاقرب اسعافات لها، ممكن تكون الام مفيش فيها لها عندها امكانيات داخليه، تتحرك. فاحنا بنقول دايما الام يبقى في عندها محلول اللي هو معالجه الجفاف اللي هو الاكياس، في اكياس ده اسهل واسرع الحاجات دون الحاجات اللي هي ممكن تعويض مؤقت لغايه ما يتعرض على اقرب طبيب. لو في ارتفاع في درجات الحراره بيتعمل كمادات على الجبهه وعلى الايدين والرجلين، يعني حاجه مبلوله كده تتلف على منطقه الايد او الرجل وكمادات على الجبهه لتخفيض درجه الحراره، لان برضو ممكن ارتفاع الحراره ياثر يعمل تشنجات في الاطفال. ارتفعت في فتره معينه او علو برقم معين ممكن يعمل تشنجات، فبتحاول الام انها تخفض من درجه الحراره، بتدي له حاجات تكاد تكون دافيه شويه عشان تقلل عمليه القيء، تعوضه بسوائل زي اللي هو محلول الجفاف الاكياس ده مبدئيا لغايه ما الدكتور يقرر اذا كان يحتاج بالوريد يتعلق له محلول او يستكمل اللي هو بالسوائل. تليفون معنا، اتصال ماشي. تليفوني. ايوه يا فندم. صباح الخير، صباح الخير يا فندم. صباح اهلا النور. بحضرتك، تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته. اكلم الدكتور يحيى بعد اذن حضرتك. تحت امرك، تفضل، تحت هو امرك. سامعك. ازيك يا دكتور يحيى؟ الله يسلمك، الله يكرمك. ماشي يا فندم. انا خليل، فحضرتك مبعوث وبتعالج مع سعادتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، الله يبارك فيك. تحت. حضرتك عندك سؤال يا استاذ ايوه خليل؟ يا فندم. طب اتفضل حضرتك. بالنسبه لحضرتك يا فندم، بس ال ايوه يا فندم، تحت امرك، سامعك. بالنسبه لحضرتك، الاسهال اللي بيجي فجاه ده للكبار، يعني يا فندم، الاسهال سعادتك اللي بيجي فجاه للكبار. للكبار ولا صغيرين؟ الكبار سعادتك. هو الكبار في كذا سبب ممكن يعمل اسهال مفاجئ، يا وجبة غير صحية، يا أكل حاجة غير صحية فسببت له في كده، يا مثل زي ما احنا بنقول بالبلدي البرد، أخد برد زي ما بيقولوا. هو العموم الإسهال إذا تعدى عن 6 ساعات أو 8 ساعات فلازم يتشاف سببه إيه ويتعمل له تحليلات اللازمة له، إنما إسهال مفاجئ ويختفي مفاجئ دي بتبقى حاجات مؤقتة لا تحتاج حتى تدخل علاجي، يعني تعويض سوائل فقط لها لغايه ما الاسهال يختفي او زي ما بيقولوا بلالي كده يتربط. انما لو تعدى 48 ساعه اللي هو يومين يبدا لازم يتحلل ويتشاف ايه سببه او يتاخد له علاج، انما حاجه عابره كده مره او الكلام ده ما يتاخدلوش علاج. تنظيم الاكل وحاجه مطهره بسيطه من الحاجات المعروفه بين الناس، متداوله بين الناس المطهرات، وما يتدخلش فيه لغايه ما الاسهال يقع. انما لو تعدى 48 ساعه يبقى ده لازم يتدخل، يبقى في تدخل علاجي وفحوصات إن لزم الأمر. ألف سلامة يا أستاذ خليل. هرجع مع حضرتك تاني يا دكتور، ويمكن من الحاجات المهمة اللي يعني بتواجه الكبير والصغير، يمكن بتكون أصعب شوية في الأطفال، هي درجة الحرارة. حرام. وفي حالة عدم الاستجابة للخافض، هل الكمادات بتكون ليها تأثير، أم إنه بيتم التصعيد في نوعية الخافض اللي بتستخدم؟ طبعا هو يعني في معلومة كده يعني ما اعرفش الجمهور عارفها ولا لا، ان مخفضات الحرارة ما بتنزلش بالأدوية لو تعدت ال 39 ونص، يعني لو واحد قاس حرارته وتلاقي 39 ونص وهو واقف فيما أعلى مهما خد مخفضات حرارة مش هتنزل، لازم تنزل بالكمادات الأول لغاية 39 أو 38 ونص، وبعد كده التعامل مع الأدوية المخفضة الحرارة، لانه زي ما عندنا في البيت في تلاجة لها حاجه اسمها ترموستات اللي هو بينظم درجه الحراره بتاعت اللي جوه التلاجة، في المخ مركز لتنظيم الحراره، بينظم الحراره بتاعت الجسم، المركز ده
لا يتأثر بالأدوية المخفضة الحرارة إذا تعدت الحرارة 39، ايوه يعني بعد 39 ونص مهما البني آدم خد أدوية مخفضة حرارة مش هتأثر بيها. لازم يتعمل كمادات، كمادات مية طبعا عادية برضو، عايز أقول فكرة التلج يا آه لا دكتور. لا دي غير يعني مش هنقول غير صحية، بس مش مظبوطة يعني. ليه؟ يعني تفسير، ما هو إذا عرف السبب بطل عجبا، نستغرب طب ما الكمادات التلج دي بتنزل حرارة. لا، الجلد ربنا سبحانه وتعالى خلى الجلد فيه شبكة من الأوعية الدموية رهيبة، شبكة يعني ايوه لما بتجيد شبكة الصيد دي في شبكة أوعية دموية هي اللي بتنقل الحرارة الداخلية للخارجية للجلد عشان الجلد يفقدها. لما بنحط كمادات مية ساقعة أو متلجة الشعيرات دي بتنقبض، تقفل، تقوم ما تخليش الدم يوصل للجلد عشان يفقد للبيئة الجو الخارجية الخارجي يعني. إنما كمادات المية العادية من الحنفية بتخلي الشعيرات دي ما تظل مفتوحة زي ما هي وتاخد منها كمية الحرارة اللي موجودة فيها. ففكرة عمل كمادات بمية ساقعة ومية متلجة دي غلط، بتخلي الجلد ينقبض الأوعية الدموية بتاعته وتقوم ما يفقدش الحرارة ما اللي هنا استفدش أو ما يستفيدش بيها. من الكمادات. طيب معانا اتصال تليفوني، الحاجة أم محمد. ايوه أهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا، السلام أهلا، عليكم. عليكم سلامتك السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. ايوه حبيبتي، السلام عليكم. عليكم السلام، السلام بكلم ازيك؟ حضرتك من السويس. ممكن اكلم الدكتور؟ سامع اتفضل، حضرتك، سامع. اتفضلي. اكلم حضرتك كدكتور وبعدين اسمع الاجابة من حضرتك لما اقفل التلفزيون. تحت امرك. انا عندي حفيدتي عندها سنتين، سنتين؟ سنتين البنت فجأة كده مرة واحدة انها دفيت، وبعدين نطر على الحلق بتاعها حاجات كتير جدا، بكتيريا جامدة جدا على اللثة، في انتفاخ في اللثة، واللثة حمراء في الشفايف، نطر على وشها، وبعدين تحت عند زورها في قرتين جامدين جدا زي حيل محجرة. البنت وشها منفوخ ومحمر وعينيها حمراء، وبعدين ما بتبلعش اي حاجه خالص. عرضناها للدكتور بتاع حميات، كتب لها العلاج، العلاج مش جايب معاها اي نتيجه غير الحبوب بردك عماله تنطر سخونيه في بطنها، وبعدين اللثه لو حصل اي احتكاك بتنزف دم. فمش عارفه. طب هي عندها كام سنة؟ سنتين. سنتين. عندها سنتين، شهر واحد يبقى عندها سنتين. ارتفاع الحرارة ده بقاله كام يوم؟ بقالها بتاع 4 ايام. 4 أيام. دفيت ووصلت مثلا حرارة 40، بنتي اديت لها مخفضات وكده لحد ما ودناها للدكتور وحصل اللي حصل لها. طب بص ألف حضرتك، سلام عليها. ألف سلام عليها. اللي أنت بتقوليه ده طبعا ما ينفعش في على سماعك كده أو على التليفون نحط تشخيص، لأن ده له 3 4 تشخيصات ممكن يعملوه. يبدأ بالحاجات اللي تعمل طفح جلدي زي الحصبة والفطريات اللي في البق، فدي لازم يتعمل لها تحليلات معينة وتتفحص فحص جيد. فممكن حضرتك تعدي عليها في الحميات في مستشفى هي في الحميات. السويس، ايه؟ هي من السويس يا دكتور. انت من السويس. طب تعديها برضو على مستشفى الحميات في السويس، يعني حد متخصص مستشفى الحميات، لانها تحتاج تحليلات في تغيرات بتحصل ساعات في الدم توضح الصوره دي سببها ايه. لان في امراض، في مثلا 4 5 امراض يعملوا كده، لو قلتهم لك على الهوا مش هتنامي، هتقعدي بقى مخضوضه واحتمال حاجه من اللي قالها الدكتور، طيب فلازم ألف يتعملها سلام بالفحص. عليها، وحاولوا تعرضوها على حد تاني لازم لغاية تعرضيه على حد في في الحميات في الحمية. مستشفى الحميات عنده. طيب يا دكتور، يعني هنرجع مع حضرتك تاني. احنا كنا بنتكلم عن خفض الحرارة، وقلنا انه التلج، التلج ميه من تصرف الحنفيه يعني، خاطئ، حتى المفروض ان هو يكون ميه من ميه من الحنفية. الحنفيه البعض العاديه. بيستخدم الخل، بيضيف للمية هو مش الخل. الخل، ما انا اقول لحضرتك هو مش الخل، هو هو ممكن المواد زي الكولونيا اللي هي او الروائح، لان دي بنسميها احنا طياره، زيوت طياره يعني، عشان تتبخر من على الجلد فبتاخد معاها حراره، فدي ممكن في بيحطوا ماده زي الكولونيا او المواد اللي هي العطريه دي بتتحط على الميه ده ويتعمل لو كان بيها. يتحمل انما يعني، خل يعني يعني ده يفضل كفايه ان هي ريحته بس، تبقى ميه، كفايه ميه فقط من الحنفية. طبعا تمام. طيب يا دكتور، هل العلاج بيكون فيه نوع من انواع المضادات الحيوية مثلا، ام انه بعيدا عن ذلك؟ طب شوف حضرتك، عشان اجاوب على السؤال ده هنقسمه حاجتين. اللي هيقرر المضادات الحيويه اللي تعاطى، هل هو الام او جيرانها او اخواتها
هما اللي ايوه يقولوها ولا الطبيب اللي هيقرره؟ الحالات المشابهة اللي حصلت الحالات والدكتور كتب المشابهة لها كده، دي يعني المشكلة بقى دي يا دكتور. المشكلة بنشوفها كتيرة جدا. الأم تيجي تبص تقول ده جارتي قالت معلش لي ده. قبل ما نجاوب على السؤال ده سؤال هناخد اتصال اتفضل. تليفوني معانا الحاجة صباح. صباح الخير، صباح النور. أهلا حضرتك أهلا وسهلا. سامعانا؟ اتفضلي. سامعك، ممكن أكلم الدكتور؟ تحت أمرك، اتفضلي. سامعك. أيوه يا دكتور، أنا عندي طفل كده دماغه من ورا بتسخن بسرعة على طول، تخمين من ورا خالص. بتسخن بسرعة؟ لما باجي كده أرجعه بجي كده يعني إيه، بيقعد عارف جيم ودماغه دي ما بتسخنش خالص، التخمين اللي فيها من ورا. مش سامع صوت. وعندي اسهال على طول باستمرار، اسهال على طول يعني هي عندها قد ايه؟ عندي 4 شهور. 4 شهور؟ بتسهل باستمرار يعني؟ بيسخن باستمرار على طول، من دماغه من ورا تسخن باستمرار. بتسخن وبتسهل باستمرار؟ ايه؟ بسخونية ولا اسهال؟ لا، اسهال وسخونية، دماغه من ورا تسخن بسرعة وتسهل على طول. ومش عارفة بقى أعمل له بصراحة. أنا بيت الدكتور محمود طنطاوي، فاداني علاج فمشيت عليه، فاستريح شوية بعد كده رجع زي ما هو. هي بصي دي يعني لازم تتفحص فحص جيد، لان في تلات اربع او في اسباب كتير في الاطفال الصغيرين في السن ده بتعمل لهم السخونيه وبتعمل الحالات الاسهال. يعني لازم يتشاف الزور كويس جدا، يتسمع الصدر بتاع الطفل، يتشاف بطنه اذا كان في بطنه في انتفاخات او في عدم. بيرجع عندي انتفاخ. ايوه ممكن تكون مش جايه مثلا على اللبن اللي هي بتاخده، فدي والله لازم انا اللبن بتاعي خفيف، بس هو الدكتور كتب لي على انت لبن بديله برضه. بتديها رضاعة طبيعية ولا رضاعة صناعية؟ انا بديله رضاعة صناعية لان انا لبن ضعيف. يعني رضاعة صناعية. طيب ما لازم يتراجع الرضاعة الصناعية دي، ممكن تكون غير مناسبة للطفل. مثلا حكاية بقى راسه من ورا هي اللي بتسخن بس، دي ممكن من النومة. النومة دي واحتكاك دماغه على المخدة. لما انا بطيره على الجنب ده شويه وعلى الجنب ده شويه. ما انا بقولك لازم يتفحص فحص جيد عشان يساب ايه السبب اللي عامل السخونية دي. ألف سلامة، سلام، ألف ألف سلام سلامة. عليكم. طيب يا دكتور نرجع تاني، احنا كنا بنتكلم عن بداية العلاج وحضرتك قلت هنقسمه لاتنين. احنا بنقول تقسيم العلاج يعني، اولا ما دام عرفنا سبب النزلة بيبقى العلاج امره سهل. بنقول ان احنا في اول الحديث قلنا ان اسباب النزلات ما هي بكتيريا يا فيروسات فايروسات. يا فطريات يا مثلا عدم تحمل الاكل نفسه، في حساسيه من الاكل نفسه. فلازم الدكتور ياخد وقت شويه مع العيان في الفحص ووقت في الكلام معاه عشان يصل الى السبب المسبب ده. تمام. لو هي فيروسات تعويض سوائل فقط، المضادات الحيويه غلط انها تتعاطى في الحالات اللي زي دي. انما في علامات بنقول ان دي ممكن تكون بكتيريا، البراز مدمم، يعني الطفل الام تيجي تقول البراز فيه دم، او كريه الرائحه، او في مخاط بكميه كبيره، فدي بتبقى بكتيريا. دي لازم ياخد مضاد حيويه سواء بالبق او بالحقن طبقا لحاله الطفل. انما لو هو البراز سائل ميه خالص وعديم الرائحه ومفيش تغيرات فيه يبقى ده فيروسي، فده ما ياخدش اي مضادات حيويه بتعويض للسوائل. بياخد له 3 4 ايام وهو لوحده بيبدأ بس ياخد أنواع مطهرة بقى، أنواع انواع مطهرة بس موضوعية بالبق بالفم وبس. فاللي بيقدر الكلام ده هو الطبيب، انما اللي بنشوفه على الارض الواقع ان الام، قصدي الجارة بتوصف لجارتها، الخالة بتوصف لاختها، فده غلط طبعا. الحالة الاجتماعية برضو يا دكتور مش طبعا لها هنقدر تأثير، ما لها نقول تأثير غير انه في لها مشكلة تأثير. كبيرة فيها. معانا اتصال تليفوني من الأقصر، استاذ محمد. محافظة الأقصر. اهلا سلامتك. وسهلا، اتفضل. ماشي. السلام عليكم. السلام السلام ورحمة عليكم. الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور لو سمحتي؟ تحت أمرك، أنا سامعك. إزيك يا دكتور؟ الله يسلمك. والنبي أنا عندي ابني في سنة ثانية ابتدائي عنده إمساك مزمن. عنده قد إيه؟ عنده إمساك مزمن. عنده 6 شهور؟ في ابتدائي. في ابتدائي؟ وعنده إسهال مزمن. بيجي له باستمرار الإسهال يعني؟ في سنة ثانية، 7 سنين. عنده 7 سنين. عنده إيه؟ 7 سنين. 7 سنين؟ هو في مدرسة مش كده؟ امساك مزمن يعني كذا مره اوديه للدكتور. لا هو امساك في مدرسه. في مدرسه سنه ابتدائي. العكس. لا هو عنده امساك مش اسهال. عنده امساك ولا نفس اسهال؟ السؤال لا عنده الاولاني. امساك.
امساك. طب ممكن اخلي المدام تكلمك دقيقه عشان يعرف كل حاجه. طب بص، هو في السن ده بأسهل انك تظبطه له بنظام الاكل. في اكلات عندنا معروفه تملي انها بتغير من قوام البراز، بتخلي البراز لين شويه، يوم الطفل ممكن يعمل الحمام بتاعه بسهوله. من الحاجات المشهوره عندنا الخضروات زي السلطه، والفواكه زي البرتقال اللي فيها الياف كتيره، وعندك في الخضروات في اللي هو الباميه والفاصوليا والملوخيه، كل دي معروف انها ملينه لكميه الالياف اللي موجوده فيها. ففي السن ده يستحسن ما تدلوش ملينات او تغير من طبيعه معدته او مصارينه. الف سلامه. بنظام الاكل بس دي مشكله يا دكتور، فكره اللجوء الى الملينات وخاصه في السن زوية. الصغيره. ولازم حضرتك يعني انت بتشرح لنا انه ممكن تتاثر العضله الخاصه بالامعاء. طبعا طبعا استخدام الملينات بيخلي الجهاز الهضمي يتعود ان ما يفضيش اللي فيه لما تجيله حاجه من بره مساعده. يعني ما هو حضرتك الامساك له حاجتين، يا مكونات الغذاء نفسه في سوء داخلي هضم. سوء هضم، او مكونات الغذاء ماده ممسكه زي ما احنا قلنا في اول الكلام، المواد اللي فيها حديد زي التفاح زي الكمثره الكبده السبانخ الحاجات دي، وفي حركه المصارين نفسها. لان حركه المصارين ده حضرتك لما بتتحرك زي لو انت شاهدت دوده بتتحرك هتلاقيها تثبت ديلها وتفرد راسها لقدام، وبعدين كده تضم ديلها لقدام تاني، يعني حركه بنسميها احنا حركه دوديه. تمام. بنسمي المصارين بتتحرك حركه دوديه، ان جزء يثبت وجزء تاني يعني يقرب عليه للقيام بوظيفته. فممكن الحركه دي تكون فيها خلل. خلل، الله ينور عليك. فممكن يكون الحركه الدوديه في الجهاز الهضمي فيها مشاكل، فيها مشاكل عايزة، وفي أدوية وأدوية بسيطة وسهلة وما لهاش آثار جانبية. لكن نبدأ بالأول بنبدأ بالنظام الأكل، الغذاء أو الوصول تنظيم. للسبب هل هو سوء الهضم أم أنه حاجة أخرى. طيب برضو دكتور عايزين نعرف من حضرتك، يعني احنا كده قلنا أنه العلاج بيختلف على حسب المسبب للنزلة المعوية، العلاقة ما بين النزلة المعوية أو الأعراض وتشابهها مع أمراض أخرى أكثر صعوبة يمكن منها التيفويد ممكن؟ طبعا تيفويد ده مرض طبعا لوحده ما بنعتبروش من النزلات المعوية، لأن لكن في تشابه يعني هو الغريب فيه انه فيه له أعراض ومش الأعراض كلها ثابتة لكل الناس. يعني ممكن يجي بإمساك وممكن يجي بإسهال، ممكن يجي بقيء وممكن يجي من غير قيء، ممكن يجي بارتفاع حرارة وممكن حرارة تكون بسيطة. ده له مسبب ميكروب معين عارفينه احنا كأطباء، فده ما بيستجيبش إلا لعلاج معين. وده السبب ان احنا لازم نشخصه كويس عشان المريض ياخد العلاج يعني المناسب له ويستجيب له. فهو الأعراض السريعة هقولها كده برضو كملخص لها، بنلاقي بنسميه لسان متسخ، يعني تقول المريض طلع لسانك بنلاقي فيه طبقة بيضة كاسية اللسان، بنسميه احنا اللسان المتسخ. بيجي بألم شديد في البطن، بيجي بصداع لا يحتمل، صداعه رهيب جدا، فقد الشهية، تكسير في العظم، العيان ممكن يرجع ممكن ما يرجعش، الحرارة بتستمر فترة طويلة، يعني حرارة النزلات المعوية ممكن تاخد لها يوم يومين لغاية ما النزلة المعوية تروح وخلاص تختفي، إنما ده ممكن العيان يقعد بالأسبوعين والعشر أيام، عشر أيام لخمستاشر يوم حرارته مرتفعة ما بتنخفضش مهما خد أدوية خفض حرارة أو، فلازم مش هيخف إلا لما ياخد العلاج المناسب للميكروب نفسه. طيب معنا اتصال تليفوني، معنا اتصال. ألو أستاذ محمد من القاهرة. ألو صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم، معاك بس دكتور يقول لي على علاج للإمساك المزمن. علاج إيه؟ تاني معلش يا أستاذ سريع. محمد. صوته سريع. علاج للإمساك المزمن. برضه فكرة الإمساك المزمن. الإمساك المزمن؟ لا. الإمساك المزمن. هو لو عاوز بيجي بعد الإمساك بيجي لي حرقان في منطقة تحت. يعني يجي لك امساك مزمن بعد كده حراره مرتفعه، حرقان في المواد في الشرف يعني. حرقان مطرح. ما هو الامساك بيعقبه ساعات حاجات زي البواسير. الامساك بيعقبه طبعا من كتر الاجهاد اللي بيحصل عشان التخلص من البراز، فساعات بيحصل بواسير. حرقان مفزع جدا يا فندم. ما انا بقول لك بواسير او شرخ. شرخ هو الشرخ.
فانت تحاول بقدر الامكان تتجنب الامساك لفترات طويله. واحنا لسه طب قايلين العلاج ليه ايه؟ هجيب علاج ليه ايه يعني؟ ما احنا لسه قايلين دلوقتي تنظيم الاكل ده مهم جدا، وممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه بتساعد على سرعه الحركه الدوديه بتاعت المصارين اللي احنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي دي، فبتساعد على الاخراج. حاول بقدر الامكان نظم عمليه التبرج. يعني في معظمنا مع سرعه الحياه وسرعه اللي عايز يدخل الحمام يقول لك لا اجلها بعدين لما اروح من المشوار ده، او اجلها بعدين لما مش عارف اروح اقضي ايه. طب انا التأجيل. بعدين حضرتك باخد علاج ملين. ما هو غلط، ما انت لما تاخد علاج ملين من غير ما تعرف ايه سبب اللي عندك ده غلط. لو عندك بواسير او عندك شرخ لازم يتعالج، لانه من الحاجات اللي بتخليك تخاف او مش عايز تدخل الحمام عشان ما يحصلش الحرقان اللي انت قلت عليه الوقت ده، او مضاعفات البواسير. فالتملي نفس تمسك نفسك عن التخلص من الفضلات دي، فده بيسبب لك امساك، ويدخل بقى زي ما انت قلت في اول الكلام امساك مزمن. الف سلامه. شكرا. الف سلام عليك دكتور يحيى. يعني هو الموضوع بالتأكيد يعني شيق وطويل لأنه الحالات كثيرة، ومع تنوع الأسباب اللي بتؤدي إلى النزلات المعوية بالتأكيد كل حالة بيكون ليها تفاصيل أكثر، ولكن من المهم أن نلجأ للطبيب عند حدوث أي أعراض زي ما قلنا مشابهة أو مصاحبة للنزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال يجب تعويض كمية السوائل اللي بتفقد، وعدم التعامل مع درجة الحرارة بالوصفات اللي احنا معتادين عليها، وخاصة فكرة التلج دي منتشرة قوي، الماء البارد من الحنفية مباشرة أفضل حل لخفض الحرارة. دكتور يحيى زكريا استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومدير مستشفى الحميات بالإسماعيلية، حضرتك شرفتنا. الله يكرمك. نشكر حضرتك. نحن نشكركم على المعلومات اللي انتوا سحبتوها مننا دي. شكرا يا فندم. اتمنى الصحة لكل مشاهدينا، ودي كانت فقرة تاج الصحة النهاردة معانا. دلوقتي هنروح معاكم لبورسعيد، وتحديدا فض اعتصام أهالي منطقة زرزارة من أمام مبنى محافظة بورسعيد. هنتابع معاكم هذا التقرير.